بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. ما زلنا مع حضراتكم في سورة يوسف عليه السلام، واتفقنا أن احنا هنتعرض لهذه الصورة بالشرح والتفسير والتدبر لاستبيان واستجلاء ما فيها من دروس وعبر من خلال هذا القصص القرآني الإلهي العظيم. هبدأ مع حضراتكم في هذا اللقاء بسؤال عن معنى الغفلة، لأنه معنى مهم جداً، ونفرق ما بين حالتين: الغفلة الذاتية والغفلة المتعلقة بظروف لا إرادية أو خارجة عن إرادة الإنسان. إيه الفرق بينهم، وكيف تكون الغفلة الخارجة عن الإرادة أو عن ناتجة عن ظروف معينة؟ يعني في بعض الأحيان قد تكون شرفا، قد تكون مبررا لوقوع حكمة من حكم المولى سبحانه وتعالى في إحكام آياته وفي إنزال هذه الآيات وهذا الوحي القرآني العظيم على خير الخلق وأفضل البشر خاتم النبيين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ورحب بحضراتكم مرة أخرى، ورحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. إحنا قرأنا في اللقاء السابق في سورة يوسف، أعتقد ما فيش ثلاث آيات بس من السورة. نعم. لكن في آخر الآية الثالثة: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. واتفقنا أن هذا الكلام مش معناها إهانة أو سب أو قذف في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فعايزين نوضح هذه النقطة للسادة المشاهدين عشان نربط الخيوط ببعض، نوضح إيه معنى الغفلة وإيه الفرق بين الغفلة الذاتية والغفلة الخارجة عن الإرادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. بطبيعة الحال الإنسان قد يكون غافلا بذاته، هو اللي مقصر، فيعني يترك الأمور، لا يصلي، لا يقوم، لا كذا لا كذا إلى آخر هذا الكلام. وقد تكون الغفلة رغما عنه، لأن في قضية هو لم يصل علمه إليها لأنها لم تنزل بعد أو لم تعلم بعد أو. الغفلة التي نصبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من الغفلة الثانية. القرآن يقول كلام واضح: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لأن القرآن حيتضمن بعض القصص عن بعض الأنبياء والمرسلين. طب هو من غير وحي يبقى الرسول يوصل للحكاية دي ازاي؟ استحال. فدي غفلة خارجة عن إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقنا احنا ان المنطقة العربية اللي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صحيح بعث للناس كافة، لكن المنطقة دي لما جي وصفها المولى عز وجل في القرآن قال له: لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. مفيش حد جي المنطقة دي خالص من الأنبياء ولا المرسلين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو مثلا تخيل يعني يقعد يحكي لهم عن يوسف مثلا، طب جبتها منين؟ مفيش. فلما يبقى الغفلة إلى 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 وقت نزول القرآن فيتعلم الرسول ويأخذ القصص لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا ولكن من الله تبارك وتعالى، يبقى هذا هو الوحي الحق وهذا هو القصص الحق. ولذلك الرسول يعني حزن حزنا شديدا حينما قال له عمر إن أنا وقعت على أحد كتب اليهود وفي كلام، فالرسول قال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني حتى شوف بعد الرسالة بقد إيه لا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من اليهود أو من النصارى أي شيء، لأنك أنت إيمانك يا عمر المفروض يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني طب يعني الجزئية دي معلش فيها فضل. يعني بعض الأسئلة كده. فضل. طالما أن ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه أنه هو وضع في تنزيله للآيات السابقة والكتب السابقة من التوراة ومن الإنجيل، وضع آيات وعلامات وبشارات تبشر بهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وطالما أنه ربنا حط دلالات وأكد في القرآن أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صح؟ طيب بعض الآراء هتقول طب وإيه البأس أن احنا نبحث نحاول ندور في أصول هذه الكتب
في التوراة غير المحرفة، في تعاليم الإنجيل التي نزلت على عيسى عليه السلام. هذا كلام تعوزه الدقة، ندور عليها ونشوف إيه الدلالات والبشارات. أين هي غير المحرفة؟ ما هي حرفت. هو الذي حرف عمل إيه؟ خب الأصل. خب الأصل لدرجة أنه باعتراف اليهود في العصر الحديث أن كاتب التوراة مش معروف مين هو. فاللي حرف على خب الأصل، سطر الأصل تماما. أين الأصل؟ يعني عايز، ولما يجي لك أنت كتاب مهيمن على السليم مش على المحرف، أنت مش محتاج السليم، فما بالك بالمحرف. لا أنا أقصد بالنسبة لأهل الرسالات والديانات السابقة، أهل الديانات السابقة هم بيدوروا، بيقول لك ما احنا ما عندناش، لو كنا شفنا في كتبنا دلائل ان في رسالة اسلامية خاتمة وان في نبي اخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم كنا امننا وكنا بقينا امة واحدة، لكن احنا مش لاقيين. طب والمنطق ويمكن حضرتك والعقل. لا قبل مسألة المنطق والعقل، تابعت حضرتك تصريحات من حوالي يعني اسبوع كده للحبر الاعظم في اليمن. أي. اللي قال انه تحت يديه توجد نسخة اصلية من التوراة مذكور فيها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم واوصافه وبشارته. هي فين؟ طب هي فين التوراة دي؟ طب نطلعها للناس. ما هو قد تكون هذه بلبلة علاء، قد تكون هذا يعني انا لا اتهم احد، لكن يعني قد يكون هو تمهيد ان هو يقول لك لا ده ما فيهاش، او لا ده مش محمد. يعني احنا قراننا يغنينا عن اي مساله واي مشكله تقع بين اهل الكتب السابقه قولا واحدا. يعني انا عندي هنا حتى في تفسير الشوكاني قصه عن يعني مروي عن ابن عباس ان في حبر من احبار اليهود دخل يعني يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا بيقرا سوره يوسف، فقال يا محمد من علمك هذه الايه؟ قال الله علمنيها. فعجب الحبر لما سمع منه، فرجع الى اليهود وقال لهم والله ان محمدا لا يقرا القران كما انزل في التوراه. فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفه، الاحبار اليهود عرفوا صفه النبي، ونظروا الى خاتم النبوه بين كتفيه وسمعوا سورة يوسف من فم الرسول، وأسلم نفر منهم يعني لما شافوا خاتم النبوة وسمعوا هذا الكلام اللي مؤيد بالتوراة الصحيحة غير المحرفة اللي عندهم. فده معناه ان لو استطعنا في العصر الحديث ان احنا نصل، لا لا استنى بقى استنى لا استنى بالراحة. طب قول لي بس المنطق ده صح ولا غلط؟ لا غلط. ان احنا نصل غلط. الى الكتب المخفاة مش هتوصل يا علاء، انت كده بتدور على ابرة في كوم قش مش موجودة بالراحة. بس الجملة اللي انت قلتها دي سند الحديث ده ايه؟ هنرجع بقى لأصل كلام طريقتنا احنا في التفسير. هذا كلام مرسل لا أصل له ولا سند له. عندي مكتوب في التفسير انه مروي عن ابن عباس بس. بقى هتسمع ايه بقى؟ يقولك في الأثر جاء في الحديث. يا أخي قل لي التخريج وأنا شيله فوق راسي، إنما أنا أساسا مانيش هاخده لسبب، لأنه كلام مرسل لا أساس له ولا سند. لو قلت لي عن فلان عن فلان عن فلان، ما كان في مشكلة الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والموضوعة إن هو يطب لك فجأة عن ابن عباس. يعني أنت فاكر الكتاب أبو ربع جنيه بتاع الإسراء والمعراج اللي هو تفتح الكتاب بص ما فيش لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا في أي تقديم، تفتح كده هو يقول لك عن ابن عباس قال. إيه ده؟ ده سند؟ لا أنا عندي سند أهو، إنه أخرج البيهقي في الدلائل عن طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. جميل. ده شغل البيهقي كده. جميل 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 جميل. توصيف الحديث إيه بقى؟ خرجه هنا؟ لا مكتوب كده عن ابن عباس، إنه في الآخر عن طريق كذا. لا خرجه كده خرجه، لكن ما وصفوش، ما قالش صحيح ضعيف من رجاله. وده الكلام اللي بتعوزه كتب التفسير، ان التخريج فيها عن في البيهقي على عيني وعلى راسي. لكن شغل اهل علم الرجال فيها ايه؟ شغل اهل الجرح والتعديل فيها ايه؟ مفيش اصل، مفيش اصل، كلام مالوش اي اساس. وعندي حاجه تانية نفس القصه برضو، اخرج الثعلبي عن ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا اقاربكم سوره يوسف الى اخر كلام فارغ. كل ده علاء كلام جدا، كلام فارغ. انت مش مصدق ان ده كلام فارغ؟ انا بقول لك اللي موجود في كتب ما ده اللي احنا اتكلمنا فيه. ما احنا اتنبح صوتنا، قلنا يا جماعه محتاجين ننقي التراث الاسلامي. ده كلام والكتب اللي مروي فيها احاديث وقصص عن الرسول. ده كلام فارغ. الحديث اللي ما يتخرجلكش ويتوصف لك صحه وضعفا مالوش اي لازمه عندي. ما اعرفوش، ما خدوش.
طب انا هقول لك على حاجه بقى في سوره يوسف. قال لك ان اليهود راحوا سالوا الرسول عليه الصلاه والسلام عن اسماء اخوه يوسف. فلما قال لهم الاسماء قالوا له اه صح ده مش عارف ايه، وبعضهم اسلم. اذا كان الرسول في حديث في اي حديث صحيح لم يذكر اسماء اخوه يوسف، الرسول علاء مشي منهجه زي منهج القران. القران قال اسم اسماء اخوه يوسف لا. فسكت الرسول عنها كما سكت القران عنها. لان انا هسالك سؤال، الحكمه في العدد ولا في الاسماء ولا في الوقائع؟ في الوقائع. ماليش دعوه الاسماء ايه، يعني مثلا اعادوا حيروا نفسهم في الاسرائيليات دي، مين اللي قال من اخوه يوسف القوه في غيابه الجب؟ فمره قالوا ان هو يساكر، ومره قالوا يهوذا، طلع لهم واحد ثالث قال لهم بالقطع لا ده ولا كلام، كله كلام فارغ انا ما اقدرش احكمه. أو أنا ما عنديش معلومات فعلا هستفيد ايه؟ ما فيش معلومه تشتغل عليها. يعني لو انت جبت رئيس المباحث الجنائيه في العالم وقلت له مين اللي قال القوه في غياب الجب، طلعه لنا بقى، ده رئيس، ده جناء، ده مباحث بقى. النص عنده، وخد بالك اصل التوراه الحقيقيه على نمط القران، طريق الله تبارك وتعالى لا تتعدى طرائقه، الله واحد. فهتلاقي الاسلوب في التوراه الحقيقيه يطابق ده فعلا، نفس لا يهم الاسماء ولا يهم مين اللي قال، واحد منهم. ولذلك خدت بالك من تعبير القران قال قائل منهم، فاهم؟ واحد والسلام، واحد قال كده وده اللي حصل. يبقى القائل ده له ايه؟ له وقع في الاعتبار، لكن لا اسمه يفرق ولا سنه ولا مين فيهم. خد بالك بقى الاسرائيليات بحث في حاجه كمان، كان من انهي ام من الثلاثه اللي اتجوزهم يعقوب؟ انا ما تفرقش معايا كل ده. الكلام ده بيفكرني بالمسلسلات العربي الناس بالظبط. ساعات يقول لك ايه، قال، خد بالك بقى، قال احد غير اشقائه، هو ملوش شقيق غير بنيامين. انت فاهم؟ يعني هو ملوش شقيق غير واحد بس، اللي هو اتقال عليه بنيامين، اللي هو من ابوه وامه، اللي هو من ابوه وامه، والباقي كله. طب ما هو لازم يكون غير شقيق، وبحث طويل ملوش اي معنى. يا اخي القران يكفي. انت دلوقتي هتشوف، بس لما نتدبر كده هتلاقي العظمه في كل كلمه. لا انت محتاج توراه ولا محتاج حد يأيدك، والا هنرجع لحديث عمر الصحيح لما الرسول قال له أمتهوكون فيها، والا هنصاب احنا بكده. انا لست متهوكا فيها، وانا اؤمن ايمانا قطعيا بكل ما جاء في القران دون الحاجه الى غيره، لا من القصص ولا يا اخي ده كفايه كلمه الحق تبارك وتعالى، نحن نقص عليك ايه؟ احسن القصص. يعني من الممكن ان تسمعوا قصصا غير ذلك. نعم. لكن الأحسن بنص الله تبارك وتعالى القرآن. تفضل. ونعم بالله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نقولها تاني بسرعة لأن احنا متهيألي اتكلمنا فيها دي. جزئية إن الشمس والقمر مفروض كان يقول رأيتها، مش رأيتهم، مش رأيتهم، وكان يقول رأيتها لي ساجدة بالظبط، مش ساجدين. هنا لما تتدبر الامر قال لك اذ قال يوسف لابيه. اذ هنا في القران يعني واذكر يا محمد لقومك وللعالمين ساعه قال يوسف، يبقى هتاخد الكلام من رب العالمين، ما انتش محتاج قصص اهو حتى بقوله واذ. اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هذه الايه تدل على ان الاصطفاء ليوسف قد تم. تم الاصطفاء ليه؟ لأنه هو بيقول له إيه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. أنا بقول من مطلع الرواية ومن مطلع القصة عشان يبقى الكلام واضح، من مطلع القصة ويوسف يؤول. يوسف اعتبر إن الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر يعني هتبقى حاجة في المستقبل هتحصل هتؤكد الاجتباء والاصطفاء، فهيسجد له الإخوة والأب والأم اللي هي الخالة يعني. وإن هذا الكلام مقصود به بشر، مش مقصود به رمز، مقصود به عقلاء طبعا، لأنه قال رأيتهم لي ساجدين. اللي تقدر تقوله علاء بملء فيك وانت مطمن إن يعقوب فهم التأويل، إن ده هيحصل، ولذلك قدام شوية هيقول له هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني يوسف بدأ يعني يأكد لأبوه الرؤية اللي أنا حكيتها لك زمان تحققت ساعة سجد الإخوة والأب والأم له
بأمر من الله تبارك وتعالى. وهذا السجود طبعا سجود تحية مش سجود عبادة. عشان كده يعقوب بيرد ويقول قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. اختار مين؟ الإخوة. خاف منهم. ليه بقى خاف منهم؟ اللي لازم نتأكد له بعيدا عن الإسرائيليات إن لهذه اللحظة ما فضل يوسف على أحد من الإخوة، إنما فضله يعقوب بعد هذه الرؤية. يعني خد بالك الإسرائيليات حكي كتير في الكلام الفارغ ده، لكن بمنطق القرآن إلى هذه اللحظة شعر فقط في هذه اللحظة يعقوب أن يوسف سيكون له شأن هو النبوة، مصطفى من بين إيه؟ إخواته. فيبقى ده له منزلة. ده اللي خلى مش يعقوب يفضله، ده اللي خلى يعقوب يعتني به. يعني خد بالك يعقوب نبي بإجماع الآراء، اللي اختلفنا واللي ما اختلفناش. فلما يسمع من يوسف الرؤية ويأولها هو لأنه هو عنده العلم ده، خد بالك يعقوب كان عنده العلم ده بدليل قال بيقول له إيه؟ وليتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يعني إيه؟ خدوا بالكم من كلمة يتم النعمة، يعني في نعمة، العلم ده أصله عندهم. بس هيتم ربنا النعمة إن يديها كمان لمين؟ ليوسف. طيب الكلام اللي موجود عندي في الآية رقم 8 في السورة، قول إخوة يوسف بيتكلموا على التفضيل مش ليوسف بس، ليوسف وأخوه. كأن ربنا كأن يعقوب عليه السلام مفضل يعني الست دي. أيوة. اللي هي من بطنها جه يوسف وأخوه. أيوة. عن بقية الإخوات هو إش قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. كويس. لما تسمع نحن عصبة أنا ممكن أحكي لك من الإسرائيليات. لا مش عايزين نحكي من الإسرائيليات. كلام الإسرائيليات هنا يعني غاص كثيرا في ان زي ما انت قلت من شويه هم كانوا معتقدين ان يعقوب بيحب ام يوسف واخوه عن امهم. ولما اقول امهم يبقى فيه ثلاث امهات. لان هم كلهم مش اشقاء يعني. فلما تيجي انت تبص لمنطق لهذا المنطق تلاقيه مرفوض وغير منطقي. ليه بقى؟ اولا انتوا الحداشر مش من ام واحده. طب هل جايز ان عشان يوسف واخوه هل دي مثلا الزوجه الجديده الصغيره اللي ده الكلام ده عندنا احنا مش عند الانبياء والمرسلين. ما انا هقول لك الحدوته بالكامل. طب اطلع فاصل. انا اطلع فاصل واسال السؤال ده مره تانية لان برضو طبايع النفس البشريه خد بالك دي هتعالج برضو منطقه عندنا في 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 مجتمعاتنا. حكايه الزوجه الثانيه والحب الاكثر واحب مين واكره مين لا واخر العنقود في الخلفه وكل خد بالك هذه الايات علاء من حكمتها انها تصلح هذه الاخطاء. يعني نحن نقول الخطا مش عند يعقوب، الخطا عندنا احنا. فمن ضمن حكم هذه الصوره تصحيح هذا الخطا في مجتمعاتنا. طيب نحاول ان احنا ان شاء الله ندرس المنهج حتى تنصلح الاخطاء. فاصلا واصل تابعونا مره اخرى. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني الإخوات شايفين إن يوسف وأخوه الاثنين مفضلين عند يعقوب، والموضوع زي ما أنا سألت قبل الفاصل هل له علاقة بإن دول ولاد الجديدة زي ما احنا بنقول بطن غير البطن، ودول الصغيرين وأخ العنقود بيبقى متدلع شوية، وهل بيبقى عشان دي الأم دي آخر زوجة وعلى زوجة أو اثنين أو ثلاثة بيبقى في هذا الحقد بين الإخوات وبين العائلات، وإزاي نستخرج من القرآن المنهج اللي يحل هذا المشكل ويصلح عيوبنا في تعاملنا النفسي مع بعض في علاقتنا الأسرية. خلينا أتناول التفسير علاء، لكن أوعدك أننا في آخر ما احنا هنقف لغاية قصة يوسف في رفضه للزنا والعفة إلى آخر هذا الكلام، لكن هوعدك أننا هقول لك الحكمة بترتيب الصورة في كل شيء. من ضمن حكمة هذه الصورة هذه النقطة إن تعلمك إن لما تكون في الواقعة بتاعت يعقوب وعندك ولاد من كذا ست وكده لازم تراعي المسألة دي. أنت لازم تراعيها عشان ما يحصلش من ولادك اللي حصل من أبناء يعقوب. لأنك أنت لو أظهرت حبك لحد على حد هيقتلوه. هيحطوه في البير.
يعني هذه حكمة القرآن. وخد بالك الولاد بالمنطق اللي انت قلته مشوا بيه لاخر القصة، لغاية ما عرفوا ان هم غلط. هم ما عرفوش ان هم غلط غير ساعة ما عرفوا يوسف، بدليل بعض الالفاظ. يعني مثلا يقول لك ايه لما جم يتكلموا على اخو يوسف وعايز قال له سنراود عنه ابانا، لا اباه، ان ابانا شيخ، ان اباه يعني هم مش حابين يعقوب، كارهينه من منطق ان هم شايفين ان هو بيفضل، لكن في نهايه الامر هيبان لهم ان هو اللي صح، ان كان تفضيله. انت بتقول عشان ست وجديده وقديمه، ده الصغير سئل احد الحكماء من احب ابنائك اليك؟ قال ايه؟ قال صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى. ده راجل حكيم. معنى الكلام ده ايه علاء؟ صغير وكبير هم نفسهم قالوا جمله في صف يعقوب تدي ليعقوب الحق، بيقول ونحن عصبه. عارف عصبه يعني ايه؟ اصل انت ممكن تاخد من القران الحدوته وتعمل السيناريو والحوار وكل حاجه بكلمه. عصبه يعني ايه؟ يعني احنا اللي قائمين على امر هذا الرجل، احنا اللي بنشتغل، واحنا اللي بنتعب، واحنا اللي مكفيينه الاكل والشرب والعيشه وكذا، فيسيبنا احنا ويحب ده. اذا من كلامكم انتوا ايه؟ كبار في السن، لكن يوسف واخوه ايه؟ صغيرين. صغيرين. فهو بيحب ده عن ده، هو كان بيحب اخو يوسف الاصغر عن يوسف. الى هذه الرؤيه، هذه الرؤيه بينت له ان ده في الاخوه دول كلهم اللي هيبقى له ايه؟ اللي هيورث النبوه، اللي هياخد النبوءه. ولذلك من ساعة قال اول حاجه قالها له، لو انت خدت بالك، قال له لا تقصص رؤياك ايه؟ على اخوتك، على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، والعيب مش منهم، ان الشيطان للانسان عدو مبين. كويس. الحوار في واو بعد كده. قول. وكذلك يجتبيك ربك يعلمك. أيوة. من تأويل الأحاديث يعني يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. كويس. سؤال. اتفضل. الحوار كده مين المتكلم؟ طبعا احنا متفقين هذا كله كلام المولى سبحانه وتعالى القرآن الكريم، لكن قال يا بني، ده يعقوب اللي بيتكلم. طبعا. كويس. الحوار على لسان يعقوب. آخر كلام يعقوب حسب ما هو موجود في الآية، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك، الكلام ليوسف المخاطب. يوسف. أيوة. مين اللي بيتكلم بقى؟ ربنا اللي بيتكلم ولا يعقوب بيكمل أنت كلامه؟ أنت قلتها وعدتها، أنت قلت كل كلام القرآن كلام الله على لسان يعقوب. ما هو كلام الله، لكن الحوار هنا يعقوب. ربنا بيحكي عن يعقوب على لسان يعقوب، عشان كده الكلام بيبقى ربك رب يعني. أيوة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. كل ده على لسان يعقوب. طب ليه لما هو على لسان يعقوب ليه قال وعلى آل يعقوب؟ ما هو قال قالش يعقوب. على لا لا لا، دي صياغة قرآن بقى. ده صياغة قرآن. ده هنا خد بالك، في بعض المواقف في القرآن صاغها الله على صياغة قائلها، وبعض الكلام صاغها الله على صياغة القرآن، فدي صياغة قرآن. يعني المتكلم يعقوب، ده كلام يعقوب بيكمل كلامه، ده كلام يعقوب بيفهم يوسف، عشان يوسف هيبدأ مع خد بالك، هو طبعا يعقوب يفهم ان النبوءة مش هتجيله غير ولما بلغ ايه؟ أشده. او بعد كده بشوية كمان لما دخل السجن بقى وبدأ يأول وبدأ فاهم. ده كلام كله معناه ان يا ابني خد بالك انت هيبقى ليك شأن. هنا الكلام معناه ان انت هتجيلك النبوة. ما هو لما يقول له ويتم نعمته عليك وعلى آلك كما أتمها على أبويك من قبل، انت هتبقى زي إبراهيم وإسحاق. إبراهيم وإسحاق ايه؟ أنبياء. حتى ان الإسرائيليات خدت الكلمة دي وقالت لك ايه؟ خد بالك بقى لما يدسوا لك السم في العسل وانت ماشي بقى، إسرائيليات 10 على 10 وكلام كله في صفك وسطر واحد يا علاء تخليك تعمل كده، يقول لك ايه؟ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم بالنبوءة وإسحاق بالذبح. عشان النص كده الذبيح هو يبقى الذبيح إسحاق مش إسماعيل. فلو علاء نايم وقال تمام تعدي. يبقى حط له السم في العسل. فهم يعني الإسرائيليات دأبها خطير. بقول لك في وسط الكلام وبيشرح كما أتمها على إبراهيم بالنبوءة ماشية وإسحاق يا راجل أقف.
او يعني انا زمان اول ما قريتها والله كتبت كده، وهل الذبيح اسحاق؟ يا اخي يا اخي عيب، احنا صاحيين مش نايمين في وسط السكه ليه؟ عشان يلبس عليك الامور. ادي غرض الاسرائيليات. انا مره على فكره ابني رجع من المدرسه قال لك الذبيح اسحاق، قال لي على فكره المدرس بتاع العربي عندنا وهو بيشرح مش عارف بيحكي قصه ايه، وراح قايل على فكره ده الذبيح اسحاق مش اسم. اه طبعا يعني ادي ارى اسرائيليات، جرس انذار اهو، ارى اسرائيليات. مدارسنا ومناهج تعليمنا والمدرسين المؤهلين اللي بيتعمل لهم كادر جديد دلوقتي عشان نديهم فلوس ايه ومش فلوس ايه ودروس ايه، وعايز ابين لك اسالوا الاول يا جماعه، اسالوا الاول الناس دي مؤهله ولا لا، او بتعلم ولادنا ايه، هي دي الاجيال الجديده اللي هتمسك البلد مش بعدين. بس كده يا حلاق، بص بقى انا هقول لك على حاجه، ده كمان في بعض العلماء بعض المفسرين ما يعني هو بيعرضها لك وهو قايل في البدايه ان انا بعرض للاسرائيليات عشان ارفضها، ما علقش على النقطه دي، نسي يعلق على النقطه دي، فده يبين لك خطوره الاسرائيليات. مع ان الرازي ما بيفوتش، انما جلت منه دي وما سالش هل الذبيح اسحاق، في حين ان محمد رشيد رضا رحمه الله عليه توقف عنده وقال لك هذه هي خطوره الاسرائيليات، وهل الذبيح اسحاق، ودي صح، دي حقيقه. طيب كويس قوي. الكلام اللي بيقوله يعقوب عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث، ده معناها ان هو كمان يعقوب عنده قدره على التاويل، ان شاف ان الرؤيه دي نوع من الترميز لشان ومكانه، هي حاجه هتحصل. هل نقدر نعتبر هذه القاله ليعقوب عليه السلام بدايه انباء واخبار ليوسف ان هو هيبقى نبي، ان طبعا هيبقى هيتلقى وحي؟ طبعا طبعا، ما هي الكلام كده قولا واحدا. في ناس قالت ان الموضوع بدا في الجب لما اترمى في البير وجاله وحي وجاله هاتف بيقول له ان احنا ده كلام ناس نايمه. الموضوع بدا من الرؤيه. يا راجل ده انت تفهمها ببساطه جدا، قال له قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. اقول لك الفرق بيننا وبين الاسرائيليات بقى. عارف الاسرائيليات وهي بتعرض المنطقه دي قالت ايه؟ قالت ان يوسف جاب ابوه واخواته وراح حكي لهم الحكايه. طبعا ده فرق كبير بين النص ده والنص ده. هنا بيقولوا لا تقصص رؤياك على اخوتك، يبقى بالتالي هو ما قالش في حضرتهم، في الاسرائيليات قولا واحدا انه حكى ليعقوب وابنائه. طب خدها بالمنطق كده، انهي منطق، انهي منطقيه اكتر؟ المفروض انه يسمع كلام ابوه. لا، انهي منطقيه اكتر؟ ان يوسف ما يكونش قال عشان ابوه يحذره. لان لو هو قال لهم كان قال له خلاص ما انا قلت، ما خلصت والكذب بقى ايه؟ بقى علني. ده كانت قتل قدام ابوه ومش في البير. لا، بعض الاراء اللي بتقول مساله ان هو يعني بدايه وحي المولى سبحانه وتعالى ليوسف، عشان الكلمه اللي موجوده في ايه 15 في الصوره، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب، واوحينا اليه لتنبئ انه بامره هذا. لا، انه جاله الوحي وهو فوق في الجب. خلطوا بين استشعار يعقوب بنبوءه يوسف من ساعه الرؤيه، لكن بدايه الوحي ليوسف في الجب، اي واوحينا اليه، بين دي بس فرقوا بين الاثنين. ده يعقوب بيستشعر، يعقوب بيستشعر ان ده هيبقى له شان، وده اللي بيدي ليعقوب ايه علاء، انه مش غلطان في التفضيل. هو ما بيفضلوش على انه بيحب امه زي ما هم قالوا، لا هو بيفضله عشان هيبقى ايه؟ نبي. طب والتاني واخوه؟ لانه اصغر. وهم ادوا له المبرر، قالوا ونحن ايه؟ عصبه. عصبه دي كلمه كبيره، عصبه يعني احنا القائمين على الامر، احنا كبار، احنا بنشتغل، احنا اللي بنصرف، احنا اللي بنعمل. طب ما هو صح، يبقى عنده حق ان انتوا كبار مش محتاجين لا عطف ولا حنان. هو ولكن القران يعالج في انك ما تحرمهمش. طيب انا عندي هنا الايه اللي قبل هنقولها بقى في الاخر في العبره الكامله في السوره كلها. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. ده كلام رب العالمين بقى. هنا بقى خلاص كلام يعقوب خلص. فالمولى عز وجل بيكمل قصه للرسول، بيقول له اللي عايز يتعلم من امتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان في يوسف واخوته ايات. ايات يعني ايه؟ عبر. عبر مين السائلين جداً. بقى مين السائلين؟ للسائلين. هنا بقى ما هترجعني انت كده، معلش. هم قالوا ان السائلين مجموعه من اليهود جت للرسول وسالوه عن اسماء اخوه يوسف وعملوا ايه ومين اللي حط في الجب ومش عارف ايه، فنزلت الايه دي. ده كلام فارغ. ليه؟ القرآن لا يعتبر بالسبب الخاص،
إنما العبرة فيه والعظة بالسبب العام. آيات للسائلين من وجهة نظري أنا المتواضعة، آيات للسائلين عبر العصور، لأننا نتعلم منها. هات لي علاء بيت مسلم أو غير مسلم ما فيهوش المشاكل دي، ما فيهوش إخوة بيفضل الأب حد على حد، ما فيهوش إخوة وحشين بطبعهم الشيطان لعب بيهم بطبعهم بيبدأوا يكرهوا الأب أو الأخ أو كذا أو كذا. هات لي الحقد والغيرة وي 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 كله، وهات لي الصبر لو إنه دخل بيت مسلم، وده صبر وده صبر وده صبر وده صبر، وامرأة العزيز صبرت والنسوة صبروا. كل ده بقول لحضرتك العبرات كثيرة، العبر كثيرة جدا بموعظة واحدة هي ايه؟ الصبر. محور الصورة دي كله ما عندوش صبر الا مين؟ يعقوب ويوسف الاثنين. وهنقول امشي، ولو كان الكلام اللي بيقولوه ده صح ان هم يعني جم يسالوا عن اسماء اخوان، اسماء اخوه يوسف ومش، طب ما هو القران ما جاوبش، طب جابها الرسول منين؟ برافو عليك. دي نقطه ثانيه بقى حلوها لك. في بعض الكتب قال لك ايه، يعني نظن ان جبريل يا راجل، طب ما القران اهو، طب ما كان حطها. انت فاهم ازاي؟ كل ده حلقة كلام ملوش لازمه. لازمتي، لازمتي ومهمتي في هذا الكتاب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف، إلى آخر الكلام. أيوة، بيدوا بقى، بيدوا اقتراحات إيه نتخلص منه إزاي. كويس، ملحوظة كده، قول مدام بنتعلم دروس بقى. أتفضل. مفيش حد ناصح أو خير من الإخوات ينهي عن الأعداد دي أساساً، لما يلاقي يلاقي ان الموضوع ايه، تعالوا نقعد قاعده، بصوا بقى الموضوع وهنجيب سيره فلان وعلان، ويبتدي القعده تبقى قعده كراهيه، مفيش حد يطلع يقول بالزبط. بلاش الاعداد دي، الاعداد اللي فيها تآمر دي، هي دي العظه. العبره شيء والعظه شيء. انت كده استخلصت العظه، ان لو هنبقى كده بلاش نقعد، يا بلاش نقعد، يا زي ما انت قلت واحد ربنا يهديه. شوف اقصى هدايا جات لهم، قال لهم بدل ما نقتله ونخلص عليه خالص نحطه في حته حد ياخده بعيد، وطبعا ينتقطه ايه بعض السياره ويمشي. وده حصل عشان تتم القصه بالظبط، لان ربنا كان قادر يخلي الاخ ده او غيره كملها، يقول بلاش يا جماعه فيرتجوا. مش هيبقى فيه، لا مش هيبقى فيه عبر بقى، ما كناش اتعلمنا، كنا خدنا العظه بس من اولها ان يطلع اخ كويس وخلاص، مش كانتش هتكمل. ما هو بص، هي بتسلم بعضها يا علاء، ده لازم واحد الاول يقول اقتلوه، يقوم طالع واحد يقول لا تقتله، وبعدين يتحط في البير عشان يجي حد ياخده، عشان يروح لغايه العزيز، عشان امراه العزيز تعمل كذا، عشان هو يعمل كده. فاهم ازاي؟ كلها بتسلم بعضها بايه، لو انت واعي بقى بحاجه، بايه قالت والله غالب على امره، ولكن والله غالب على امره، لازم لربنا كتبه ازلا يتم. اردتم، طب هقول لك على حاجه، هسالك برضو سؤال فني قوي، وانا ارجو الساده المشاهدين يفتحوا القلب ليه. لو اخوه يوسف بالله عليك بحقدهم وكرههم على الاب والابن والابنين كمان عرفوا ان دي ان البير ده هيبقى سر يوسف كله، كانوا عملوا ايه؟ كانوا ما رموهوش او قتلوه او سكتوا، ما كانوش سمعوا بقى للراي اللي بيقول ايه لا تقتلوا يوسف. ما كانتش، لا ده كان هيبقى هو ده الراي، ده اللي قاله الشاعر في بيتين حلوين قوي، قال ولو تبين ما في الغيب من حدث لكان يعلم ما ياتي ويكتنب. انما ربنا غالب على امره. شوف الشاعر بيقول ايه تاني، هقولها لك تاني. ولو تبين ما في الغيب من حدث، يعني لو قلنا لك يا علاء لو خرجت من بيتك مش هتخرج، او لو خرجت هيحصل لك سعاده، هتخرج وانت مش مكتوبه لك، فمش هيتقال لك. ولو تبين ما في الغيب من حدث لكان يعلم ما ياتي ويجتنبه. اللي هو بيقولوها بالبلدي يقول لك ايه، الحذر ما يمنعش القدر. انت تحذر ما تحذر، لكن القدر لازم يقع. ليه؟ والله غالب على امره. لكن الحكمه علاء فين؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ان 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 ان, إن كان ليا ان انا اقول حاجه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، هذا حق، ولا عايزين يعلمون للأسف، ولا عايزين يتعلموا، ولا عايزين يفهموا الحكم والمواعظ اللي في القرآن، علشان ما نعملش كده في الأمة. اللي حاصل ده الفتاوى والكلام الفارغ واللي بيطلع من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون، دي مش آية توقفنا؟
وترجعنا زي ما قلنا من شوية. سيبوا كل ده وادرسوا هذا الكتاب، اعكفوا عليه، طلعوا العبر اللي فيه والمواعظ اللي فيه، تنجو الأمة بأسرها. كل حاجة محتاجة ضوابط، الفتاوى محتاجة ضوابط، الموضوعات وطريقة تناولها محتاجة ضوابط. أنا كده خلاص ما تدخليش فيها تاني، انقل، خلي عندنا صبر. لا 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 خش. لا 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 عشان خاطر. طب اخد فاصل. طيب اخد فاصل بالرئة كده ببق مية. ناخد فاصل ماشي. وبرضه انا مش بس ترجعني على يوسف. على يوسف، لكن انا مش حمل برضه اذكر حضراتكم ان احنا في ازمه في امتنا الاسلاميه، وان زي ما عندنا كل التخصصات لها ضوابط في الطب وفي الهندسه وفي المحاماه، ايضا في الدين وفي الافتاء وفي الفقه وفي تناول قضايا الامه محتاجين ضوابط، عشان ما يبقاش في بلبله عند الناس. الناس مش ناقصه، ده احنا يا دوبك بنحاول بنناطح الصخر عشان نحاول نرجع للعقيده السليمه، وربنا يعيننا على كده. ادعوا لنا بالتوفيق والسداد. امين. تابعونا مره اخرى بعد هذا الفصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى. الكلام واضح، مؤامره، جلسه مؤامره فيها الفكر التآمري، مقارنه، حقد، كراهيه، جهل، ضلاله، كل ده موجود. الحوار ماشي زي ما انا قلت كده، يعني في اتجاه تصاعدي من الحقد، لان تعرفوا حضراتكم بيبقى في الاول لما يبقى في الموضوع لسه في بدايته يقول لك طب هنعمل ايه في الموضوع ده؟ نحل الموضوع ده ازاي؟ نكلم مثلا ابونا ولا ننبه مثلا الامهات تقعد قاعده؟ لا، ده هم فضل الحقد يتنامى ويتصاعد لغايه لما بقى اول الحلول اقتلوا يوسف. هقول لك ليه؟ جابوا من الاخر. انت جبتها كويس قوي على فكره. اللي انت قلته ده علاء لو تم ده رحمه. اللي انت بدات بيه ممكن لو في قاعده من قعداتنا يطلع واحد ينهي يقول يا جماعه بلاش ومش عارف ايه، لكن هم خد بالك بداوا ازاي؟ بداوا بمسوغ القتل. الشيطان هو خد بالك ذكاء يعقوب كان في ايه؟ ونبوءاتي طبعا يعني. قال له ايه؟ قال له فيكيدوا لك ايه؟ كيدا. كيدا. لو انت دققت في كلامهم ابدا قول كده بيقولوا ايه؟ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى، يعني ده مبرر ان احنا هنتصرف بقى. يعني بدا الشيطان معاهم من النهايه. لان ابونا ظالم هنقتل. فلما ما نقتلش ده احنا نبقى 10 على 10، ده انت تبقى راجل طيب. يعني اهو تنازلت عن حقك اهو. التلبيس بقى ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من فتره لو انت مش فاكر، كنا فين انا وانت وقلنا على تلبيس ابليس. شوف بدا لهم منين علاء؟ الاب ظالم والابناء لا يستحقوا، فانتوا لو قتلتوا تبقوا انتوا ايه؟ عندكم حق. فلما ما تقتلوش ها ما هو قال قائل منهم ده ايه بقى؟ ده اللي هو يعني الحكيم بتاعهم. قال لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. فبدأوا يتحركوا منين؟ خد بالك بقى. هذه الآيات تدل على مكانة يوسف من مطلع القصة. هقول لك حتة قدام شوية وارجع لك عشان تفهم أنا عايز أقول إيه. خدت بالك لما امرأة العزيز جابت النسوة؟ خدتوا بالكم من ألفاظ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال إيه؟ مبين. فلما سمعت بمكرهن، خد بالك، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت ادخل والله اخرج، وأعتدت لكل منهن متكئا وكل منهن سكينا أيوة، وقالت ادخل والله اخرج اخرج. يبقى في مكان إيه؟ مصام. ادي تبين لك منزله يوسف. وقالت ايه؟ خد بالك، اخرج عليهن. ده مخبياه، ده من حاجه نفيسه، من شغفها حبا، من اللي هو عامله فيها شغفها حبا دي لما نشرحها ان شاء الله. بس انا عايز الساده المشاهدين لما يقروا القران المنطق ان هم قاعدين بيبقوا مثلا في صاله في 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 مكان واسع كده، فالمنطق انها تقول ايه؟ ادخل عليهن. صح؟ لا، اخرج. اهي الكلمه دي لوحدها تبين لك مكانه يوسف عند امراه العزيز. واحد. اتنين، قالت اخرج عليهن فلما رايناه ايه؟ اكبرناه وقطعنا. طبعا قطعنا ده هيبقى فيها شغل جامد. قطعنا مش قطعنا هنا، مش قطعنا، هم جرحوا، لكن ده القران بيوريك التعبير بيمشي ازاي عند الناس. انت النهارده عندك قطع اليد، يعني ايه؟ يعني تفصل دي عن دي. صح؟ النهارده لما تتعور بالسكينه كده يقول لك ايده اتقطعت، ايده اتقطعت دي يعني اتفصلت، لكن الناس بتستخدم التعبير ده، استخدمها القرآن ليعلم
ليعلمك حق اليقين في القصة. هي هم عملوا كده، قطعوا التفاح والسكينه مشت جرحت، لكن اتعبر حصل قطع في الجلد يعني، مش ما اتقالش عليه قطع، على اتقال عليه جرح. اتقالت ايه؟ ان هم قطعوا ايديه للمبالغه للمبالغه من انبهارهم بيه. لكن خد بالك، انا قلت اخرج، خدتوا بالكم منها؟ شوف اللي بعدها. قالت فذلكن الذي، يعني هو مش واقف، يعني دخلته تاني، مش واضحه. لا، ما اذا لكنا ده اسم اشاره للبعيد اللي مش موجود. يعني هي بص عليها عملت ازاي، اخرج شايفينه، خش تاني، فذلكن الذي غيرنا عليه، مش عايزينه، مش عايزاه يقف، لانه لو هو واقف كانت قالت فهذا الذي او فذا الذي، لكن فذال، شوف خش. يعني خرج، ايه عارف بيقولوا عليها ايه عندنا، لقطه ولا بيقولوا عليها يعني كدر كده، ترك ادخل. ده يبين لك، كل ده يبين منزله يوسف تملي. ايه اللي جاب دي اللي انا بقوله؟ لو انت خدت بالك، هم قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، صح؟ يخلو لكم، ودي مبررات بقى، يخلو لكم وتكونوا، وخد بالك بقى هنا برضو المعصيه، التخطيط، ما خدتوش بالكم وتكونوا من بعده قوما ايه؟ توبوا، ابقوا توبوا، اقتلوه وتوبوا. انت فاهم ازاي؟ وهنا اللي خلى الحكيم احد العلماء الحكماء لما سئل مرتين، الحسن البصري مرتين قال القاتل توبه، مره قال ومره قال ايه؟ لا. فاكر كان الحسن البصري ولا مين؟ حد تاني ممكن يكون. المهم فقالوا له ابن عباس، ابن عباس فقالوا له يا امام، ده انت لسه مجاوب من اربع ايام قايل لا، ودلوقتي قال له الاولاني جاي عشان يقتل، فقلت له لا. وده اللي يخليك تفهم ايه علاء، ان الفتوى لازم تكون في مواجهة السائل والمسؤول، لان لتأثير وجه السائل عند المسؤول بيان. الاجابة ما تنفعش على التليفون، ما تنفعش في التلفزيون. الفتاوى دي كلها فتاوى قاصرة ناقصة. ليه؟ لازم اشوف السائل. زي اللي بيجي يسألك مثلا، يقول لك ايه، قلت لمراتي كذا ومراتي قالت لي كذا، تقول له روح هاتها وتعالى. لكن في بعض الفتاوى اللي هي في العامة، المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم القضايا العامة. يعني مثلا في عامة يتساءلون عندنا هنا في دريم بالأسئلة العامة، ماشي، ما فيهاش مشكلة ان الشيخ يتسأل أسئلة عامة للأمة كلها، عن الصلاة، عن الصوم، بتبقى جميلة. لكن حاجة فيها حوارات بقى، الأسئلة الخاصة الشخصية العينية، لازم برؤية المسؤول للسائل. وإذا كان في زواج وطلاق، لازم تيجي الست. ليه؟ والله الذي لا، كثيرا جدا تقول له لا ما حصلش كده، يبقى هو جاي يحكي لك حاجه عشان ياخد منك ايه؟ فتوى. وعشان كده حرص دار الافتاء تملي، تقول ايه؟ الزوج والزوجه. اذا الزوجه جايه لوحدها يقول لها روح هات الزوج، اذا الزوج جاي لوحده يقول له روح هات الزوجه. ليه؟ لان لازم اسمع من الطرفين عشان تقول الراي الشرعي ايه؟ وفي النهايه بتقول والله اعلم. على فكره الناس يعني بتشتكي مر الشكوى من دار الافتاء، مالناش دعوه. لا استنى، خلينا بس في، لا مالناش دعوه. ليه؟ بس على، اسمع عشان خاطري، عشان الوقت، عشان خاطري، هم هيصلحوا. ما بتلاقيش هم هيصلحوا. يعني اذان صاغيه، ولما بتروح مثلا عن طريق التليفون الخطوط غير كافيه، يقول لك على طول بنلاقيها مشغول. طب ما هي فعلا الناس معذوره. انا طبعا مش من انصار ان انا اروح لاي حد من الجهلاء واخد منه فتوى والسلام، لا، اهل الافتاء واهل التخصص على عيننا وعلى راسنا. ان شاء الله نكلم فضيله المفتي في انه يبقوا يزودوا التليفونات. انا بس حبيت اقول اشاره من التليفونات اللي بتجيلي يا جماعه، ومن الايميلات، ان الناس فعلا بتبقى لما نقول لهم يا جماعه عايز فتوى مظبوطه، روح للمتخصصين في دار الافتاء، يقول لك بنروح ما بنلاقيش مثلا في الاحوال الشخصيه عدد كافي، ما بنلاقيش ناس كتير تستقبلنا، الاعداد الشيوخ اللي هناك مش كافيه لاستقبال كم المشاكل، او التليفونات ما بتردش، او الفاكس ما بيردش. دي كلها مشاكل بننبه اليها عشان نقدر نعالجها حتى تعم ان شاء الله. فبقول لك لما قالوا كده عشان تبين لك منزله يوسف، قالوا يا ابانا، طب ما تاخدوه تروحوا تقتلوه او تحطوه في الجب، هو مش في مكان سهل انك توصل له. عناية يعقوب بيه، عناية امرأة العزيز بيه، عناية الملك بيه، هذه منزلة يوسف. يعني خد بالك، عشان ياخدوه يقتلوه او يحطوه في الجب، هو مش متداول، هو مش زيهم، هو مش موجود كده. لا، ده بدأ يعقوب ايه؟ يحرص عليه شوية خلاص. من ساعة ما قال له
فيكيدوا لك كعيبة. ايوه. فبدا بدليل بقى الايات اللي بعد كده تديك السيناريو. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا. قول له شكرا انت اللي قلته، مش عايزين اسرائيليات بقى الحكايه اهي. ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. يعني هو ما كانش سامح له بالخروج حتى قدام البيت ولا تحت الشارع ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، لدرجة ان هم قالوا ما لك ايه لا تأمنا على يوسف. هنا انا بقول لهم حاجة بقى ارجو ان احنا ناخد بالنا منها من بدايتها كده عشان لما نيجي نفصل ان شاء الله في اللي جاي يبقى سهل جدا. كاد المريب بان يقول خذوني. كلمة لا تأمنا دي كان لازم يعقوب يعمل حسابه، ما عملش. ما عملش ليه؟ والله غالب على امره. ولذلك قالوا له لا مالك لا حتى الجمله علاء تبين لك ايه؟ مالك لا تامن. يبقى زي ما تقول قالوا له مثلا انزل العب شويه، قال له لا. ما تخليه يخرج، قال له لا. فاهم؟ لما بدات بقى قالوا له مالك لا تامن، عايزين ياخذوه. وبعدين ادوا له مبررات ايه؟ ده ما بيخرجش، ده ما بيلعبش، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. يعقوب نفذ لقضاء الله تبارك وتعالى، قال ايه؟ قال اني خد بالك قوي بالكلام على لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. قال لهم كم نقطه؟ اثنين. تاني نركز. قال لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. كانوا المفروض يقولوا له ايه؟ هتحزن ليه؟ ده هيروح ويرجع والذئب ياكله ليه؟ ده مش فاهم؟ راحوا قايلين ايه؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. اللي حصل سابوا الأولانية. مش واخد بالك؟ لا يعني ما هو قال نقطتين، مسألة انه ححزن لما يمشي بعيد عني الكم ساعة دول، وأخاف أن يأكله الذئب. هم ما قالوش علقوش على مسألة حزنه. ليه بقى؟ عرفانين منه، هم متضايقين منه. هم متضايقين منه ليه؟ لان دي بتؤكد حرصه عليه وحبه ليه، وهم دي مش حباها، مش حابينها، فمش عايزين يتكلموا فيها عشان ما يظهروش عداوتهم ان الحكايه دي مضايقاهم. فزي ما تقول ايه، انت هتقعد تتكلم لسه في حبك وكرهك ليه؟ يعني ما انت تقرفنا بالبلدي بقى. قالوا لئن اكلها دي مش هنعمل فيها حاجه ابدا. عايزين لسان حالهم بيقول كده. طب دي هنعملها ازاي؟ دي حاجه في قلبك بقى وانت مش صح فيه. لو اتفتحوا هيبهدلوا الدنيا. هم عايزين هيكشفوا. انا عايز اقول هيكشفوا. التانية علاء اتكلموا فيها باستفاضه. قالوا لئن اكله الذئب. جابوا بقى ده، واحنا نقدر نرجع من غيره؟ ده يبقى عيب قوي في حقنا، وده احنا رجاله يعني، انت مش شايفنا رجاله يعني. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه. الجميله اللي جايه، التوقيع القراني بديع جدا. قالوا ايه؟ ان اذا لخاسرون. وده اللي حصل. ما قالوش مثلا هنعاتب هنعمل، لا، القرآن عبر اللي حصل. هم خسروا ولا لا؟ خسروا. ده كفايه ذلهم وهو عزيز قبل ما يعرفوه. ها انت فاهم؟ دي هتحصل قدام شويه. قالوا إن اذا لخاسرون. ولذلك تعبير القرآن بديع جدا، قال فلما ذهبوا به واجمعوا. يعني ايه اجمعوا يا علاء؟ يعني الجزئيه اللي فاتت دي ما كانتش اتحسبت. هنقتله ولا هنحطه في الجب؟ ما كانتش اتحسبت. لكن لما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوه ايوه في غيابه الجب. اللي جايه بقى هي اللي انت عايز تقولها. واوحينا اليه. هنا بدات النبوءه بقى. ان الالهام، النبوءه بتبدا ازاي علاء؟ ودي عظمه القران في هذه السوره، لانه بين لك شرح لك من غير شرح كيف تبدا النبوءه. بالرؤيه الصادقه الصالحه، صح؟ لما تتحقق بعد كده تتاكد النبوءه. لكن ثم الالهام او الوحي، ثم تأويل الأحاديث، ثم هذا رؤياي من قبل قد جعله ربي حق. هذه النبوءة كاملة هي. لكن خد بالك إخوة يوسف، في القرآن أي الجملة خطيرة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بالله عليك كم آية دول؟ فيهم كم آية؟ كتير أوي. كم آية دول؟ لأن يعقوب لو احتاط ما كانش ادهولهم، لكن زي ما انت قلت والله غالب على فلازم يدهولهم. فلما ادهولهم قال لهم حاجتين يمكن يخلوا عندهم دم ويحافظوا عليه، اني لا يحزنني ها واخافه. فقالوا له دي مش هنتكلم فيها بالبلد، دي ما تنفعش نتكلم فيها، انت هتقرفنا تاني حب وبتاع. لكن الذئب احنا نضمن لك. ولما رجعوا انا بقول
كاد المريب بأن يقول خذوني مش من ساعة ما قاله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لا، من أول ما قاله ما لك لا تأمن على يوسف، بينوا أن هم إيه، أن أولا الدوك سيناريو أن يعقوب ما بيخرجش يوسف زي امرأة العزيز ما خرجتوش، والملك والنسوة قالوا إيه، والملك قال إيه، أستخلصه لنفسي. دي بتبين لك مكانة العبد المتقي الصالح، بتبقى له مكانة حتى عند إيه أعدائه. يعني الإخوة أعداء، لما يقولوا بالله عليك ما لك لا تأمن، مش دي إشارة لحاجة هتحصل؟ بس يعقوب لنفاذ قضاء الله ما خدش باله، وجايز عشان يعني في العبرة تكمل. لا قصدي ان هو ايه، عشان ما يقولوش بقى ان انا مفضل. ده اللي حصل بقى. ده لو انت سلمت ليها منطقا هي دي. فسابوا معاهم ليه؟ عشان ما يتقالش طب ما انت بتسيبنا، طب ما انت بتسيب اخو الصغير. لكن كل ده بيحصل ليه؟ لنفادي قضاء الله تبارك وتعالى في الاول وفي الاخر. والله غالب على امري ولكن اكثر الناس. خلصنا كده؟ لا يعلمون. الوقت خلص. جزاك الله كل خير يا دكتور. الله يحفظك. احنا واقفين عند هذه اللحظه الفاصله في القصه، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. في نبوءه اهو، وفي وحي ليوسف ان القصه هتبتدي والرؤيه هتبتدي تتفسر وتقع احداثها عشان تحصل العبرة اللي بنتعلمها مع حضراتكم كلنا النهاردة. المسيرة تتواصل إن شاء الله مع هذه الآيات والمعجزات من خلال القصص القرآني العظيم. نواصل المسيرة إن كان في العمر البقية إن شاء الله. نشوفكم بألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.